قلبي ايدا وكذا بلانكا بلاد الخير ناس الملح قلبي ايدا وكذا بلانكا بلاد الخير ناس الملح ديما بيا وديما زيا وديما ضحكة وديما يا مخاب جو فراح يا كذا بلانكا مدينة فيك يمكن ننسى قلب الروح جاي من جوا مدينة فيك يمكن ننسى قلب الروح جاي من جوا محبوبة ونقولها محبوبة ونقولها في الجهنة شط أرضك وبحرك أرضك وبحرك وتلاك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه السهرة الفنية الرياضية المتميزة لاعتبارات عديدة. فالشخصية المكرمة هذا اليوم ليست بشخصية عادية، فهذه شخصية أرخت لتاريخ كرة القدم المغربية، وأيضا هذه الشخصية فهي حنونة سموحة وأيضا خجولة جدا. فلأول مرة التلفزة المغربية ستنقل بالصوت والصورة هذه الشخصية التي تحدثت لأول مرة أيضا للجمهور المغربي ولجمهور التلفزة المغربية. فلنقل يا عم انا مش خايف من حاجه يا عم. لا يا عم انا خايف يا عم انا هجاوبك ما تمشي. انا بقى ما بخافش من حد بقى واقول لك انا بقى اللي خايف يروح اللي خايف يروح اللي خايف يروح ويسيبنا لوحدنا واللي يزعل يزعل اللي يزعل يزعل ما بقاش يهمنا. خصني بالك نقول واحد الحاجه بما انا الجمهور شحال هادي ما تلاقيت معاه هادي وهاد المناسبه اللي جابت لي باش نتلاقى معاه وانا تنرحب بهم وتنسلم عليهم ف من طنجه حتى للقوان. اول مره دخلت الملعب المعسو الكرويات سنه 70 71 كنت لعبت مع فريق الرجاء. رجائي انا كم عذبني طول الرجاء. اول مقابله رسميه مع فريق رجاء هي في مدينه فاس سنه 72 73. اول مقابله مع فريق الوطني في الكبار سنه كوما بصفتي في التشكيله في 74 مدينة فاس ضد فريق السنغال وكنا فزنا بأربعة إصابات. وليزم جد عندي هو عثمان وذكريه هو ديال اليونيسكو. اول مره اللي حسيت بالضربه حتى ساعه من ضربه، ولكن اول ضربه هي مع فريق الانجليزي مع هاتلي فاش ضربي الوجه ديالي. هذه
تسمع مني وانا ما ننساش لي خيروره هو اللي دار لي هادشي كاع فين وصلت وهادي وعمري ما ننسى داك الشيء اللي دار لي ومازال انا لحد الان ما درت لي والو. ظلمي نعم تقول لنا اخويا بخصوص المبادره ديال المغرب ب 2010 واش بزاف تهضري؟ ما كاين ما عمري درت شي زواب اول خطره هي دابا. كنرحبوا بعبد الجيد الظلمي المايسترو لاول مره ببلاطو التلفزه المغربيه. لاحظنا انه كانت لحظات مؤثره لعبد الجيد الظلمي وايضا لعدد كبير من الاصدقاء ديالك حاضرين معنا، وكما قلتي في الروبورتاج فكتحيي من خلال هذا البلاطو الجمهور المغربي من طنجه الكويره وايضا كل الجمهور المغربي اللي كيتابعنا عبر الاقمار الاصطناعيه ليس فقط الجمهور المغربي، وايضا هناك عشاق كثير لعبد الجيد الظلمي بالبلدان العربيه بالجزائر تونس ليبيا مصر وايضا الاقطاع العربيه جميعا. وكنشاهدوا انا الظلمي كنطلب منكم ايضا تحيوا هاد الاطفال اللي حاضرين معنا في هذا البلاطو، فكل طفل هذا فكل طفل عنده واحد المكانه كبيره عند عبد الجيد الظلمي، وغادي نطلب من الظلمي انه يقدم لنا هاد الاسماء اللي حاضره معنا في هذا البلاطو. نعم نقدم هادو اطفال ديال حسن هيرس الله يرحمه، لاعب دولي سابقا ولاعب في الوداد البيضاوي والتحق فريق الرجاء. هو نقدم هذا ولد عطيف الله يرحمه بكار، الله يرحمه بكار. عطيف الله يرحمه معروف بالعلاقه ديالك الكبيره مع الظلم. وهذا ولد عبد الرزاق الله يرحمه. نعم ثلاثة ديال الأصدقاء كبار وكنقولوا نعم. ولد عبد الرزاق الله يرحمه كلهم عطاو المغرب وعطاو نعم كنقول بأنه ثلاثة ديال الأصدقاء لا هيس لا عبد الرزاق لا بكار كلهم عندهم واحد المكانة كبيرة عند الظلمي، وهذا اليوم حنا كنقولوا رحمة الله عليهم ونتمنوا أنه هاد الأطفال اللي كاينين معنا يكونوا خير خلف لخير سلف، والأكيد أن الظلمي غادي تحتضنهم وغادي توجههم لأنهم كثير كلهم كيقول لك عمي الظلمي. نعم وهذا مهم جدا. حنا معاشرين حنا أسرة، حنا أسرة من بكري حنا. حنا
حنا كنشكروا الظلمي على معناتها نبغي ما عرف الله يخلف عليكم تيختاز بالكلمات غادي نطلب من ولد هيرس يعطيك شي كلمه حيت قلتي هو من الوداد شكون كان سابقا فيا وجا غادي نطلب منه انه يقدم لنا الظلمي شنو الكلمه يمكن يقول على الظلمي ها ولدي كنشكر عمي الظلمي اللي تفكرني في هذه المناسبه وكان كان كان كنقول بان الظلمي راه في مثابه الاب ديالي وكنكن ليه واحد الاحترام كبير شكرا اذا غادي نشوفوا ولد عبد الرزاق اللي حاضر معنا ايضا اللي كي عنده واحد الاحترام كبير للمايسترو اولا تنهنى هذا اللاعب الكبير والشخص العظيم على هذه الدعوه والكلمه موجهه لي من جميع الاسره الام ديالي والاخت وانا شخصيا نعم شكرا غادي نشوفوا وليدات السبكار انا جد فرحان باش نحضر لهذا التكريم ديال عمي الظلمي وانا يا هو بحال مثابه الاب ديالي تنحترمه بزاف شكرا غادي نشوفوا يلا بابا واش كلمه كنشكر عمي الظلمي اللي تفكرنا في المناسبه شكرا الظلمي بالنسبه اللي قلت انا دابا عندك مسؤوليه كما عندك ثلاثه ديال الوليدات جوج بنتات وليد نقولوا نضافوا لك هاد خمسه ديال الوليدات نقولوا العائله رجعت كبيره ورجعت عندك ثقل العائله راه كبيره بالبكري العائله راه كبيره بالبكري باش هادو خلاف ديال نعم ديال صحابنا ما الخلاف راه ديما كانوا حيت كانوا خلونا الناس بكري اللي دازوا قبل منا نعم. وما اللي علمونا هذا الشيء حتى دابا ما بقاش هذاك الشيء نعم لحظات غادي نستقبل الزملاء في الحق الاعلامي سعيد زدوق عن التلفزه المغربيه ايضا محمد العزاوي عن الاذاعه المغربيه والحراق وايضا حميد البرهمي المعروف هنا بمدينه الدار البيضاء لنقل مباريات الوداد والرجاء. متشكرين يا عم متشكرين يا عم متشكرين يا عم متشكرين يا عم عبد الجليد الانسان ونخليه عبد الهادي بالخياط يتحفنا بهذه الاغنيه الاولى يا ذاك الانسان. Thank you.
حشدين يا قرة العين
قدم مفتوح بخطب الروح ما بقت لي راحة ولا بمزق ولي ما بقت لي راحة ولا بمزق ولي بك أنا مجروح وبصير نبوح بك أنا مجروح وبصير نبوح حسيت معك تداني هون ولم يعطيني معك تداني هواك ولم يعذرني واللي شافك يخاف عنده الحق يخاف اللي شافك يخاف عنده الحق يخاف تهيج عليه بعون هوا ما عنده مخافة اللي شافك يخاف عنده الحق يخاف اللي شبكك عنده الحقيقة بتهيج عليه بحب الهوى ما عنده مخنفة لطفك فات القطار بيكتب لصار لطفك فات القطار بيكتب لصار اللطف الجميل ما يقدر ينحمد باش ما توصلنيش خبار
كل كلام قلنا صدقت كلامهم.